اعطيني ثانية بس لظبط ميك اب. واني هاي بتضل تعمل هيك عند مارسيل غانم بتضل تعمل له هيك رتوش ميك اب تكون جاهز طالع بده يطلع الحلقة بصير يعملوا له هيك شوي. عندي هيدي ما بغيرها. ما بتعرف هلا نحن صرنا عنا لقاءات على التي في يعني منيحة بقطع قرب شوي على الشفاه ليز اتفلسف. عايشي وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد تيجي نتجوز بالسر أهلي وأهلك ما يدرون تيجي ناخد بيت بعيد نخلف بيبي صغيرون And I want you to know baby I love you like a love song baby I love you like a love song baby Just the two of us We can make it if we try Happy birthday to you Happy birthday to me حبك تفاح حبك مانجا وتفاح حبك مانجا وتفاح صح صح وقف كل القاعدين ورقص ورقص واختار ترقص مع مين بوقفي شو ربحتهم لما عرفوا؟ ماشي ماشي؟ وغنوا طلعوا غنوا؟ فيها وسايط في وحدة عطيتوها هابي بيرثداي في وحدة عطيتوها غنية ناسي عجرة من جديد ليش؟ لورين فعاني وصفي لي الوضع الحالي بالبلد الاجتماعي السياسي بالعاصفة هلأ ما منحب الشتاء ما منحب الساعة بس منحب نتصور عرفتي هيدي الوينتر مود I love winter بزيادة هاي هي الماكسيموم منحبها انت بتعرف شو أهم ديسيجن تخديه لما بتكون قاعدة بالساعة؟ تفوتي على التواليت يعني بتحسي هيك بتطلعي بتاخدي القرار وراحة انت على التواليت موسيقى جلادياتر براسك بتفوتي على التواليت ولا مرة قطعت عخير هلا ما تقولوا متشائمة بارحة انا وجاي على طريق دهر البيدر في واحد واقف بنص طريق دهر البيدر بس ليخد صورة انا عم بجرب اتخيل شو الكابشن تبعه يعني اهرسوني قبل ان اخذ الصوره ما نزلتي عليه وقلتي له شو هالفلسوف طلعت فيه هيك جقرته ما بعرف اخاف كيف بتوصفي الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه مع ظهور مقدمات برامج مثل ياسمين عز يلي نصايحها بتوزن بلد بقديشها فهيمه بين بالعلاقات بين الرجل والمراه هلا ييسو انت وياها رفقه كثير ايه كثير كثير بتحبني وبحبها كثير انه انا بدي انطر الفرعون تبعي تيجي على البيت واعرف درجه الجوع تبعه بدي اشوف كرشه قديش جوعان يعني مشينا بقى جربتيها وقلقوها نعم انا عندي العصا الشتويه مش العيون الشتويه مش معيش بقى انا معه العيون الشتويه اللي نسيتيها عشان انا عندي اياها اصلا انساها فلسف من هن ملوك الساحه الفنيه حاليا بالوطن العربي عندك ملكه التواضع بالساحه الفنيه مريم فارس كثير متواضعه بتقول انا ما بعرف كم مره بالتنكه عندك مثلا بالدراما شيرين عبد الوهاب يعني انا برايي وقفوا مسلسلات تركيه انتوا عندكم شيء على الام تي في عاتيكه شاهقه شاهقه ولا عيطه هيدي حطوا محلها شيرين عبد الوهاب دراما الحرام يعني ملكه التطيب هي اليسا صراحه يعني انا بشهد لها ملكت الطق الحنك اصاله بشوف جاي بس الطق بحنكها او شي مره التقيت فيها لاليسا وطيزت عليك اكيد قريبا حطيت علي شو قصه لفحه الذهب والحرير يلي بتدفي بفصل الشتاء التقي من الشتاء والروماتيزم والام المفاصل والام الظهر قال هيدي تقي من كل الامراض انا بقدر بتعمل امراض هلا اللي هي... بيشتريها ما عندنا هيك لفحات عندنا فوق يعني فوق بتلبسي 20 قطعه ثياب ما بتدفي لا احسن شيء اهلك بيصيروا ستيل انه ولو ما نكون ربيانين بهالتقس انه هل انت عن جد برديني كيف عم بتقزقز بصير انا ما حق ليش ما حق ما حق ساعة نسيت الساعة ومطلعك معي مشوار صغير مرسي بعدين انا جبت لك صفيحة انت عملتيهم؟ صفيحة؟ ايه لحمة خير ايه نعم نعم انا فيجيتاريان شفتوا انتوا في عندكم تفلسف هون انتوا كيف عايشين؟ شاورما توم زيادة؟ لا لكن انا عندي شعار بالحياة كرشي اولا انا شفتك بتحكي لكن المصرية فبدي تعطيني الريسيبي للمهروسة بالمصري أشيها جارتي المصرية عندها وصفة قلت لها وصفة إيه قالت لي وصفة زي الكشري قلت لها طب فيها إيه قالت لي حبوب آخر شيء راحت الوصفة شو ما غني غنية هلا مر بالدلال ربوكي وتعذبوا فيكي يا دلال زيادة واني دلال والله دلال صارت بكندا وعيش احلى عيشه وهلا مش تركته لا لمين شو هي الموضه هلا الريسنت موضه اللي هي البوش جيفت فهي المره الوحيده حطالب انه هذا تفلسف يتطبق انا بتعم بكره يعني شد وما بعرف شو انا اعملها ايه شد انا اعملها اعطيها بوش جيفت يعني يعني كل وحده عندها اولاد وما لحقتها الطالب
مفعول راجع طالب لجوزها انه بليز بدي البوش جيفت. هلا انا بالنسبه لي يجيب لي مثلا كتاب ماجي فرح للابراج، كان لازم انه تطلبي اللفحه، لفحه الذهب. ما عارف مش حتوصلني، ليش لأطلب شيء مش حيوصلني؟ طيب ليش العز للرز والبرغر لشنق حاله؟ هالجندر ريفيل انا مسميه التفلسف، يعني بيعملوا جيمز كمان بالجندر ريفيل. طب روحوا مدينه الملاهي بنبسطوا هونيك، طب هي يا صبي يا بنت، طب لا يعني شو حيكون؟ يعني على طول بينصدموا، يا واو يا عمي شو بده يكون؟ هن اثنين يا هذا يا هذا ديناصور. بس في جندي مجهول بياخد هالخبر المختوم بالشمع الاحمر وبيروح بيعمل الحفله، هذا ليش ما حدا بجيب سيرته؟ ما هذا عملوا له ريفيل كمان. مجهول ريفيل. ايه انه حظه عاطل اجى بك عائله قالوا له اعملوا لنا جندر ريفيل، شو بنعمل له؟ انا اذا حدا بيقول لي بقوصه. طب اعطيني صفه وحده لطير الببغاء. في مدام بتقعد بالصالون هي تيبكال، وما كان بتلاقيها اللي عطوت تحركش فيك وبتحكيك عن ابنها زوزو اللي راح فرنسا يلي عم يتعلم على طول. انا كنت قلها ببغى اجت الببغى رحت الببغى، وهي على طول بتغير الصالون بتلاقي وحده ثانيه غير شكل بس هي ذاتها. فهي انا بالنسبه لي هي الببغى. يعني الثياب الصيفيه ما الشتويه؟ اكيد الشتويه. خبي الكرش. هاي الكاميرا بتضعف، طلب خاص جيبوا الكاميرا اللي بتضعف 5 كيلو. باربي اما اليس ان وندرلاند، اصلا باربي من ورا باربي اجينا مس يونيفرس ومس لبنان ومس ما بعرف شو، هي خربت الدنيا باربي. طلع على جسمها، طلع جسمها مشو قماش، لا عندها سلوليت لا عندها شو، لك شعر ما فيه. هي خلقانه عامله ليزر مثلا مطوطه. طب املي ان باريس اما هيفا بالضاحيه؟ هيفا بالضاحيه عبالي شوفها طالعه بفان رقم 4. سوري سوري بيسني ميغو 4. ليكي قولي لها لهيفا على كاميرتك، وجهي لها قولي لها انه هيفا بليز طلعي بفان رقم 4. وليه؟ هاي هيفا جوزي كثير بحبك، اطلعي بفان رقم 4 بليز، بس بليز خلي معك بادي جاردية لانه ما بضمن توصلي على مرمى خايل. طب لورين وين العالم فيهم يشوفوك ليضحكوا معك مثل ما هلا ضحكتينا؟ هلا هي بيج تبعي على لورين على انستغرام. انا بعدني لهلا عم شوف اذا مقلب او مش مقلب. مصر انه مقلب. كي. مش مقلب من فوق من الكنترول قالوا لك انه مش لكن بس مش هين شاربي. اطلع دغري. ايه ايه شاربي المتابعه كل شيء. اخر كلمه بتحب تقوليها للي هلا بدهم يحضروا لك حلقتك؟ خففوا تفلسف، ما بقى تتفلسفوا، كيب ات سمبل. لوتشانا بتقول لك بي اوريجينال دونت داي كوبي. يا حياتي يا حياتي لوتشانا، وانا عادي حبيبتي اضربنا. ميرسي كثير، انا كثير حبيت الحلقه معك. انت كثير ناتشورال وكثير طيوبه مهضومه، خارج تطلعي مع هيك كوميديانز. والله انا اخذت فكره عنكم انتم الانتي في غير.